السلام عليكم الخوش، اليوم غادي نهضر لكم على كم شي حاجه بحال جديد بالنسبه للناس ديال لي ديبيطون اللي باغيين يبداو الميسكولاسيون. اول حاجه غادي نبداو بها هي باغي تعلم ميسكولاسيون، سير تسجل في لاصال. الا كنتي ما باغيش تضيع فلوس، اول حاجه قلب في يوتيوب، تفرج فيديوهات ديال الناس اللي تريني، وتفرج بزاف ديال الحوايج، جمع بزاف ديال لي زانفورماسيون، حاول تريني، حاول تعلم. ما تبدا في الدار قبل ما تمشي لاصال، حاول تبدا في الدار. شي اللي كنتي ما باغيش تضيع فلوس، حيت الا مشيتي ديريكتومون لاصال راك ما كتعرفش اول حاجه تهز الحديد، ما كاينش اللي غيوريك في لاصال، تقدر ما تلقاش اللي يوريك، تقدر تلقى تقدر ما تلقاش، تقدر تضيع وقت بزاف، تقدر يجيك من بعد الملل، لان تشوف راسك ما تطورش، ما كتزيدش لقدام، واحد الوتيره سريعه غادي يجيك الملل وغادي تحبس. وكنعرف بزاف ديال الدراري وقع عليهم هاد البلان هذا. دونك اول حاجه الله يخليكم هي سير قلب في يوتيوب، سير تقلب في جوجل، جوجل مزيان، قرا دي زارتيكل سيونتيفيك، قرا بزاف، تعلم بزاف، عمر راسك قبل ما تدخل لاصال، قبل ما تدخل لاصال تعلم في الدار. ماشي يعني غير عصا الكراطه ممكن تعلم بها بزاف ديال الحركات، بحال باغ اكزومبل تقدر تعلم بها ديبلي، تقدر تعلم بها البابا الرو، تقدر تعلم بها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الموفمون كومبلكس اللي هما مهمين بزاف باش تطلع المشكل ديالك. الو، ثاني حاجه من بعد هادشي اللي هي الريجيم. بزاف ديال بنادم عنده مشكل هنا بالضبط، كيسحابو زعما لا بغى يدير ريجيم، راه شي حاجه، راه شي حاجه صعيبه، راه شي حاجه كطلب منك بزاف ديال المجهود. ريجيم راه شي حاجه سهله الخوش، اللي ممكن تو سامبلومون تيليشارجي ابليكاسيون، تدخل مال ولا تدخل للسيت ديال bodybuilding.com، تما تقدر تلقى تدخل المعلومات ديالك، غادي يعطيوك اللي قالوا لي كتحتاج شحال ديال البروتين، كتحتاج شحال ديال الدهون، وشحال ديال الكاربس. اي غادي نخلي لكم لو ليان في ديسكريبسيون ان شاء الله، غدركو تما غير دخل لي زانفورماسيون ديال طان طان طان، غيعطيك شحال ديال الكالوري كتحتاج، سواء بالنسبه لك انت مثلا باغي مثلا تزيد الوزن او تنقص الوزن، او باغي تبقى في نفس الوزن، او مثلا الطريقه السهله اللي كنستعملها انا مثلا لوبجيكتيف ديالي هو نوصل مثلا 80 كيلو او 85 كيلو او 90 كيلو او ما عرفتش، على حسب لوبجيكتيف ديالك انت. دخل هاد الوزن هذا تما وغيعطيك لي كالوري اللي غتحتاج باش تكون في ذاك الوزن. الوغ من بعد ملي كندوز من هاد المرحله ديال هاد الكالكول هذا اللي هو ساهل بزاف، كندوز باش نصوب شنو خصني ناكل في الفطور مثلا، شنو خصني ناكل في الغداء، في العشاء، في كاسكروت، في البدايه داكشي تغرميز العباش. دونك شنو تندير؟ تو سامبلومون كنشوف دي زيكزومبل ديال الناس فهمتي قدامين عليا في الميسكولاسيون، راه كاين في يوتيوب تبارك الله الغرق ديال لي بروغرام ديال داكشي، راه هو بروغرام ديال واحد اخر ما تيعنيش انه تيصلح لواحد اخر، ما تيعنيش انه يصلح لك، يعني بروغرام ديالي مثلا انا اللي نقدر نوصل به مثلا، نقدر نزيد به، يقدر ينافعني بزاف، خدام ليا، ما تيعنيش انه غيخدم ليك حتى انت. دونك حسب لي كالوري ديالك، تقدر تاخذ مني كاكزومبل مثلا انا كناخذ 150 غرام الخبز، تقدر انت تحتاج 200 غرام، تقدر نقول ناخذ 100 غرام ديال الشوفان، تقدر تحتاج انت مثلا 150 غرام ولا ما عرفتش انا شحال، غنعطيك غير ديزيكزومبل، تقدر انا نكون مثلا تنحتاج ما عرفتش انا ناخذ 120 غرام ديال الدجاج، تقدر انت تاخذ غير 100 غرام. دونك خذ عليه كاكزومبل وحاول تحول داكشي الحاسب على حسب لي كالوري اللي كتحتاج. تو سامبلومون بغيتي تعرف مثلا الخبز شحال فيه ديال الكالوري، شوف شحال فيه ديال الكالوري، شوف شحال هادي، اما كتشد مثلا المنتوجات اللي كتمشي مثلا الكارفور ولا اي بلاصه تتقدم عند مول الحاج مع اي عند اي حاجه كتلقى فيها لا بالون شخيتي شحال فيها الكالوري، شحال فيها ديال الكارب، شحال فيها ديال السكر، شحال فيها ديال الليتير، شحال فيها كاع المعلومات كتلقاهم تما. اولا تو سامبلومون كتدخل لجوجل وكتكتب السميه ديال داكشي اللي بغيتي، مثلا بغيتي الخبز، عاد تدخل لجوجل وغتكتب خبز، وغيخرج لك في الجلد لي كالوري اللي كاين في الخبز، شحال فيه ديال البروتين، شحال فيه ديال هادي، شحال فيه بعض ديال لي مينيرو بحال المغنيزيوم، بحال الكالسيوم، بحال الزيت، تعرفتي هاد لي زانفورماسيون. بغيتي لي زانفورماسيون كثر، حاول تدخل في سيت مثلا تقدر تكتب مثلا لو بان لا فالور نوتريتيف، أولا لا فالور نوتريتيف دو بان، شي حاجة بحال هكا. أولا بغيتي تقلب تقلب بلونك لي كثر، تقدر تكتب بويد نيوتريشنال فاليو او شي حاجه بحال هكا. المهم تكتب اي لغه بغيتي، ما كاينش مشكل باش تعرف تاخذ دي زانفورماسيون كثر على داكشي اللي كتقلب عليه. دونك هادو هما جوج الحوايج اللي هما مهمين بزاف، ولسببهم بنادم تيحبس. دونك اول حاجه في الدار تعلم الحركات، في الدار حاول تعمر راسك، ما تبقاش تمشي لاصال وتسمع هضره ديال بنادم واحد قديم عليك في لاصال، ما كيعنيش انه كيعرف بزاف، دير هادي في بالك. واحد مثلا تيترين 3 سنين وكنشوف واحد لافورم معينه، واحد تيترين مثلا ترينا 4 شهور وصل واحد لافورم فهمتي تقريبا قريبه ديك الفورم اللي تيترين 3 سنين، شنو معنيه هادشي؟
دونك فهمتيني شنو بغيت نوصل لك؟ الاكاديميه ما كتعنيش انه راسو عامر، فكنعرف بنادم 5 سنين هو تيتريني ولا جيتي تشوف شنو عنده هنا، راه ما عنده حتى شي حاجه. انا هادي عام وشويه باش بديت دابا باش نتريني. انا جيتي تعرف انا شنو عندي، عارف بزاف ديال الحوايج بارابور الناس اخرين، ما كنبغيش زعما نفتخر براسي ولا شي حاجه، مي سي لا فيغيتي وهذا الشيء اللي كاين. دونك مطولش عليكم الدراري، الا عندكم شي اسئله مرحبا، ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وتشجعوني، راه عندي القرايه عندي بزاف ديال الخدمه، تجيني صعيبه شويه باش نصور فيديو ونطيح كدا لكم في يوتيوب، وسيرتو ملي ما كاينش تشجيع بزاف. دونك حاولوا لاحظتكم تشجعونا، خليو جيم للفيديو، تابوناو في لاشين. الا عندكم شي اسئله سولوني، راني كنبغي نهضر ولكن ماش نعرفش علاش نهضر بالضبط. دونك هذا هو اللي كاين ان شاء الله.